كده ظهرت مشاريع فعلا جادة ومستواها عالي جدا، واحنا سعداء ان احنا بنقدم المشاريع دي من خلال هذه القناة. السنة دي انا هعمل برزنتيشن سريعة جدا عن 5 نوفمبر المهرجان علي بشكل متتالي. احنا المهرجان بيقام هنا في مركز التحرير الثقافي، وبخلاف كده بنقدم كمان عروض خارج مركز التحرير الثقافي في اطار سعينا ان احنا ننشر الموسيقى دي والفن ده خارج كمان، يعني في مراكز تانية في البلد. فسعداء ان احنا نتعاون السنه دي مع مركز الجيزويت الثقافي في اسكندريه كمان في المانيا، وسعداء ان احنا بنتعاون مع مساحات عرض زي بارو جاز كلاب زي روم ارت سبيس، وسعداء ان احنا بنقدم فعاليات متنوعه بخلاف العروض الموسيقيه. مركز التحرير الثقافي الحقيقه يعني انا بعتبر ان هو المكان الطبيعي للمفروض المهرجان ده يحصل فيه، لان هو متفاهم جدا برساله المهرجان. مهرجان مر بمراحل كثيره جدا في تاريخه في 13 سنه في اماكن كثيره، واعتقد ان مركز التحرير الثقافي هو المكان الافضل لهذا المشروع. مهرجاننا دي تعتبر الدوره الاكبر في تاريخ المهرجان من ساعه ما انشئ في او قيم لاول دوره في 2009. دي اكبر دوره يعني من حيث عدد الايام، من حيث عدد الفرق، من حيث عدد الفعاليات اللي اختلفت.